بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله راح نعرض لكم بعض العينات التي درستها في مختبري في السابق. طبعا هذه أحد العينات التي درستها في السابق، عبارة عن بكتيريا وطحالب متواجدة كانت في يعني شاطئ البحر. أخذت مجموعة كبيرة من التربة ونسبة كبيرة من الطحالب المتواجدة في البحر، طبعا وجدت أنواع من الديدان و أيضا من الطحالب، أنواع كثيرة جدا صورتها تحت المجهر كاميرا خاصة. طبعا إن شاء الله راح نعرض لكم بعض العينات التي صورتها في هذه العينة في الفترة القادمة، وأنا أنصح يعني محبين دراسة الميكروبيولوجي بدراسة الطحالب والميكروبات والطفيليات، بالذات البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية. آخر 20 سنة طلعت تقريبا أنواع كثيرة جدا من البكتيريا المقاومة وانتشرت في جميع مناطق العالم، وأنا أنصح يعني بدراسة هذه البكتيريا، وحتى الأحياء الدقيقة الثانية ممكن تكون مقاومة للمضادات الحيوية بسبب اكتسابها القدرة على مقاومة هذه المواد، وأنا أنصح يعني بتكثيف الجهود في هذا المجال ودراسة الميكروبات والطفيليات والأحياء الدقيقة وتعزيز الصحة العامة عند جميع البشر، كي لا يعني يخرج جيل من الميكروبات لا يستطيع يعني البشر القضاء عليه. أيضا الطحالب من أجمل الفصائل شفتها، وكانت يعني أيضا الطفيليات و يعني المخلوقات بيض الحشرات أيضا ممكن تقدر تشوفها في المناطق المتواجدة فيه الطحالب، ممكن تشوف نسبة كبيرة جدا من بيض الحشرات بالذات جنب البرك المائية. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله راح نعرض لكم العينات تحت المجهر في الفترة القادمة.